علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: واعتمر، أي وأتى بعمرة بعد أن يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطء أم لا. والأكثر من العلماء يعتمر إن كان قد وطئ ليأتي بطواف صحيح لا وطأ قبله، ويهدي، فإن لم يطأ فلا عمرة عليه. هذا في من فسد طوافه الإفاضة، من فسد يعني طواف قدومه بأن فقد شرطا من شروطه وسعى بعد طواف القدوم أو سعى بعد طواف الإفاضة، فالسعي باطل. مدام الطواف باطل السعي باطل، وإذا رجع إلى بلده فيجب عليه أن يعود ويعيد طواف الإفاضة ويسعى بعده ويعود حلالا كما ذكر، لأنه تحلل تحلل أصغر برمي جمرة العقبة، حلالا إلا من الصيد والنساء، فإنه لا يكون حلالا ولا يجوز له الصيد ولا النساء إلا بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو باطل والسعي باطل، فعليه أن يرجع حلالا ويطوف ويسعى. فإذا كان هو يعني حصل له جماع قال يجب عليه، يعني حصل لنا جماع لما هو يعني ارجع إلى بلده، فيجب عليه أن يطوف يسعى ويأتي بعمرة كفارة لما حصل له، ويهدي ويعطي هديا. قال والأكثر على أنه لا عمرة عليه، ويقصد بالأكثر هو علماء المدينة خارج المذهب، اليوم ابن المسيب والقاسم بن محمد، ومنهم أيضا عطاء من أهل مكة صاحب المناسك، لأنه عطاء معروف ومشهور بالمناسك، قال لا تلزمه عمرة، يلزمه هدي ولا تلزمه عمرة. هذا خلاصة ما ذكره في من أفسد طواف الإفاضة وطواف القدوم ورجع إلى بلده. قال: اعلم أنه إن حصل منه وطء في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي، وإن لم يحصل منه وطء فلا عمرة عليه. هذا قول الأقل. وقال الأكثر: لا عمرة عليه مطلقا، فاتفقوا عند عدم الوطء على عدم العمرة، واختلفوا عند الوطء، فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة والأقل إن لم يطأ. يعني هذا الخلاف، أنه إذا كان حصل له وطئ فالعلماء المذهب على أنه تجب عليه عمرة، وإذا لم يحصل له وطئ فلا تجب عليه عمرة، ولكن الأكثر اللي هم خارج المذهب من علماء المدينة يقول لا تجب عليه عمرة حتى لو حصل منه وطن. ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال: درس. وللحج خاصة حضور جزء عرفة، أي الاستقرار بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها، سواء كان واقفا أو جالسا أو مضجعا أو راكبا، علم أنها عرفة أم لا. أي ننتقل إلى
الكلام على الركن الرابع وقال هذا خاص بالحج، الحج خاصة لأن الأركان السابقة للإحرام والطواف والسعي هي أركان للحج وأركان للعمرة، يعني يشترك فيها الحج والعمرة، لكن الوقوف بعرفة هذا ركن وهو الركن الرابع، هذا خاص بالحج لأنه ليس في العمرة وقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبين أهميته فقال الحج عرفة، يعني كان الحج كله عرفة، كانك حصلت على عرفة حصلت على الحج، وإذا فاتت عرفة فلا يمكن يكون فاتك الحج، يعني الطواف ولا السعي ولا المسائل هذه كلها يمكن تداركها، وما فسد فيها يمكن إعادته وإتمامه فاسدا، ويعني له حلول، فساد الطواف وفساد السعي وفوات الطواف وفوات السعي له حلول، لكن من فاتته عرفة معناه فاته الحج، ولا إذا كان هو محرم عليه أن يبقى إلى قادم مما يتحلل بعمرة، وإلا يبقى إلى قادم إلى حج إلى يعني عرفة في العام القادم. وأهمية الوقوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني الحج كأنه مقصور على عرفة، هذا هو كل الحج، إذا أردت أن تعرف الحج ما هو فهو عرفة. ولأهميته ولفضله ولعظيم شأنه جعل هو كل الحج، وليس كل الحج، الحج له أركان أخرى، ولكن الاهتمام به والتنبيه عليه ولبيان فضله جعل كأنه يعني الحج كله. وقد ورد في فضل يوم عرفة ووقوف عرفة حديث كثيرة، منها ما في الصحيح يعني ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، حتى إن الله سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي الموطأ ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما رأى من تنزل الرحمات والتجاوز عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قالوا يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة، يزعهم يعني يصفهم للقتال ويعبئهم للقتال، وذلك نزل في قلوب الكافرين الرعب، والشيطان فر ولم يستطع يعني يرى يعني هذا المنظر الذي يقهره ويقهر أولياءهم من الكافرين، كما أخبر القرآن إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. لما رأهم يعني فر الشيطان وهرب وقال لهم إني أرى ما لا ترون. يعني يوم عرفة ورد فيه أحاديث كثيرة في فضله، ويذكر المصنف فيما يأتي يذكر آدابه وما ينبغي المسلم أن يحرص عليه في ذلك اليوم بحيث يعني يصل إلى ما أراده من حجه. ثم قال الركن هذا اللي هو ركن عرفة اسمه الوقوف، ولكن ليس معناه لابد أن يكون الإنسان فيه واقفا، سواء كان يعني مهما يكون يحضر عرفة ويشهد عرفة يكون موجود في الأرض اسمها عرفة، الصحراء الموجودة الآن وهي في الحل خارج الحرم وفيها علامات تحددها، ما دام الإنسان موجود في هذه البقعة الصحراء الموجودة تسمى عرفة، في اليوم اليوم عرفة في يوم التاسع وليلة العاشر وهي تسمى ليلة عرفة، بدا موجود في هذا المكان سواء كان يعني قائما ولا جالسا ولا نائما ولا مضطجعا، سواء كان يعني
شاهدا بعقله وكان مريضا وكان مغمى عليه وكان مجنونا، لكن شرطه فقط هو أن يحصل له استقرار في هذا المكان بقدر الطمأنينة. طمأنينة مجرد أن الإنسان يعني تستقر أعضاؤه، إذا كان هو مثل الطمأنينة التي هي في الصلاة من أركان الصلاة، لما يسجد الإنسان وينتهي من الحركة ولا يجلس وينتهي من الحركة من رفع من السجود، بقدر ما تستقر أعضاؤه هنيئة يعني ثواني قليلة، هذه الطمأنينة. وإذا جلس الإنسان وكان موجودا في عرفة بقدر هذه الطمأنينة القليلة قد أتى بالركن، هذا هو أقل ما يجب عليه بحيث يسمى أنه حضر عرفة. نعم. قال: ساعة أي لحظة ليلة النحر وتدخل بالغروب، وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكفي فيه أي جزء منه. قسم علماء المالكية الوقوف بعرفة إلى قسمين، منه ما هو واجب بالمصطلح اللي هو معروف عندهم ينجبر بالدم، إذا فات الإنسان تركه يستطيع أن يجبره بالهدي يعطي هدي، ومنه ما هو ركن. فالقسم الواجب منا هو يوم التاسع من الزوال، بعد الزوال إلى المغرب، هذا واجب، الحضور واجب، إذا كان إنسان تركه من غير عذر فهو آثم ويلزمه دم، يلزمه هدي. والوقوف الركن هو يبدأ من المغرب إلى فجر يوم النحر، و يعني دليلهم على هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فكان حرصه على يوم على الليل وبعد غروب الشمس، هذا دليل على أن هذا المقدار هو واجب الوقوف. والجمهور خالفوه، من خالف المالكية في هذه المسألة الشافعية والحنابلة والحنفية، وقالوا الوقوف يعني من زوال اليوم التاسع إلى فجر يوم النحر كله ركن، ما دام الإنسان إذا وقف في أي جزء من هذا الوقت سواء كان بالنهار ولا بالليل فقد أتى بالركن وبرئت ذمته منه. ويشهد له حديث ابن مضرس رجل من العرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وقال له يعني ما أتى من طي وما من ترك جبل وكذا إلا وقف فيه، فهل له من حج؟ فقال له من يعني حضر وشهد مشهدا فقد يعني أتى بالحج. فهو وقف على كل الجبال الرجل يعني من العرب، ولا يعرف الأماكن اللي يجب فيها الوقوف ولا ما يجبش، فما في من جبل مر عليه إلا وقف عليه، فمن ذلك يعني عرفه، وقف في عرفة وقف في غيره وقف على غيره، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهل له من حج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عليك وقال له لشهد مشهدنا ومر بهذه المسائل وتعرف ليلا ونهارا فقد تم حجه. فهذا دليل، والحديث صحيح يعني، فهذا دليل على أن الحضور في يوم حضور عرفة سواء كان بالليل أو بالنهار يغني ويكفي عن الفريضة وعن الركن. وذلك مال بعض المالكية إلى هذا القول، ومنهم ابن العربي ومنهم اللخمي ومنهم ابن عبد البر مالوا إلى هذا القول، وروا أن الوقوف الركن يعني من وقف بالليل أو بالنهار فقد أتى بالركن الواجب في الوقوف بعرفة. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا إذا استقر بعرفة، بل ولو مر أي كان مارا، بشرطين: أفاد الأول بقوله إن نواه، وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي للجاهل.
فكأنه قال إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم، فالاستقرار مطمئنا واجب. فالاستقرار مطمئنا واجب. يعني قال ليس فقط هو أنك أنت تأتي إلى عرفة وتجلس فيها ولا تقف فيها مقدار الطمأنينة بأي صورة من الصور، قال بل حتى ولو كان إنسان مار مرور وما استقرش فيها، مار بسرعة، مار بطائرة فوق عرفة، ولا مار بسيارة ولم يقف فيها، فقال حتى المرور يكفي، لكن بشرطين: لابد أن ينوي، لابد من النية. طيب ليش في الوقوف بعرفة إذا كان إنسان مش مار ما تلزمش النية؟ يعني لو واحد مش هي عرفة وقعد فيها وجلس فيها ومن غير نية هل يكفي هذا؟ أي نعم، قالوا يكفيه، لأن الأركان مشمولة بنية النسك الأولى، نية الإحرام، فمن حضر عرفة حتى لو لم ينوي يعني وقوفه صحيح، وكذلك طوافه صحيح حتى لو لم ينوي بطواف الإفاضة الركن، ما دام هو ما ينكرش أنه ركن حتى ولو لم ينوه صحيح، طوافه صحيح وكذلك سعيه، لأن فعل الحج لا تشترط فيها النية كل واحدة منها، لأنها مشمولة بالنية الأولى وهي نية الإحرام ونية النسك. إذن المار هذا هو فقط الذي تشترط فيه النية، اللي ما استقرش في عرفة وما قعدش فيها مقدار الطمأنينة وهو مار بها مرور، هذا يصح يحسب له الوقوف بشرطين: الشرط الأول أن ينوي أنه يريد الوقوف بعرفة، والشرط الثاني أن يكون عالما بالمكان اللي هو مار فيه أنه عرفة. فإذا حصل له هذان الشرطان ولم يستقر ولا يطمئن وهو مار مرور، فقد أدى الركن ويصح حجه، ولكن يلزمه دم، يلزمه هدي. كل من لم يستقر بمقدار الطمأنينة في عرفة يلزمه هدي، الجلوس فيها أو البقاء فيها مقدار الطمأنينة هذا واجب. وجود الإنسان فيها هذا ركن، ولكن إذا كان هو أقل من الطمأنينة هذا يعني ترك واجبا، ويجب عليه أن يعطيه هديا. قال: أو كان متلبسا بإغماء حاصل قبل الزوال وأولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه. هذا يعني كثير موجود عندما الناس يصيبهم ضربة شمس، أحيانا يخش في إغماء ومعاه يشعر، والبعثات الطبية معتنة بهذه المسألة وترتب في خيام كبيرة ومستشفيات داخل أرض عرفة، فينقلوا جميع المرضى اللي هم موجودين عندهم في مستشفيات وهم محرمون، ينقلونهم جميعا بسيارات الإسعاف إلى أرض عرفة ويضعونهم في المستشفى المتنقل في الخيام، وكثير منهم يبقى من هو يعني مغمى عليه ولا يشعر، فوقوفه صحيح. يعني لا يشترط في الوقوف أن يكون إنسان واعيا ويدعو ويصلي ويقف مع الناس، حتى ولو كان مريضا مغمى عليه، سواء كان إغماؤه قبل الزوال ولا وقع له بعد الزوال، كل ذلك جائز ما دام هو حضر في عرفة وموجود، سواء كان على عقله أو غائبا عن العقل، كل ذلك يكفي. أو أخطأ في رؤية الهلال الجم، أي جماعة أهل الموقف برمتهم، وليس المراد أكثرهم، فوقفوا بعاشر، أي في عاشر ذي الحجة، ظنا منهم أنه التاسع، بأن غم عليهم ليلة 30 من القعدة، أو نظروا فلم يروا الهلال فأكملوا العدة 30 يوما فيجزيهم. هذه صورة أيضا، يعني أهل الموقف أخطأوا، وقفوا يوم 10 ذي الحجة وهم يظنونها أنه يوم 9 ذي الحجة، وسبب خطئهم يعني كما هو واضح أنهم ظنوا أن الشهر كاملا شهر، يعني ظنوه 30 يوما، وشهر ذي القعدة ظنوه 30 يوما،
إما لأنه غم عليهم وإما أنهم يعني لم يروا الهلال فأكملوا العدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة فهم أكملوا العدة ولما أكملوا العدة معناها وقفوا في ظنهم يوم التاسع فتبين لهم مع ذلك أن الشهر كان ناقصا وأن وقوفهم كان يوم العاشر فأخطأوا جميعا يعني أهل الموقف كلهم أخطأوا جميعا وتأخروا يوما عن الوقوف قال هذا الخطأ إذا كانوا أخطأوا ووقفوا في يوم العاشر خطأهم مغتفر إذا أخطأوا جميعا لأنه مبني على اتباع القاعدة الشرعية في إكمال الشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة هم أكملوا العدة فهم تبعوا الشرع الشرع أمرهم بذلك فخطأهم يعني مغفور ومسموح لهم به ما دام يعني أجمعوا على ذلك مش بعضهم وقف يوم التاسع وبعضهم وقف يوم العاشر إذا اختلفوا فلا يكفيهم فمن وقف يوم العاشر إذا اختلفوا فلا يكفيهم بل يعني يكون الحج هو لمن وقف في اليوم التاسع على الوجه الصحيح فالخطأ بالعاشر غير ضار يعني لا يضر بخلاف الخطأ بالتاسع بالثامن إذا وقفوا يوم الثامن وظنوه يوم التاسع وبمعنى أنهم ظنوا الشهر ناقصا وحسبوا من أوله فيوم الثامن ظنوا يوم التاسع فكان وقوفهم يوم الثامن قال خطأهم بالثامن غير مغتفر لهم لأنهم كان ينبغي عليهم أن يكملوا العدة فهم قصروا وفي اتباع القواعد الشرعية في معرفة الشهر فخطأهم اليوم الثامن يعني غير جائز وكان يمكنهم أن يجبروه بأن يقفوا في اليوم الذي بعده فهم مقصرون بخلاف من أخطأ بالعاشر فعشر لا يمكنه بعد ذلك أن يجبر ولا يقف في اليوم الذي بعده هذا هو الفرق بين الأمرين قال فقط قيد في قوله الجم وفي قوله بعاشره ليحترز بالأول عن خطأ البعض ولو أكثرهم والثاني عن خطأهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع نعم قال للمار الجاهل بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدر بعد قوله ولو مر أي يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه عرفة للجاهل يعني هذا أحد الشرطين الشرط الأول يقول أن يكون ينوي الوقوف وأن يكون عالما بأن المكان اللي مر منه عرفة للجاهل أما إذا كان الواحد مر من مكانه وما يعرفش أنه عرفة فمروره لا يكفيه لا يؤدي الفرض اللي هو مطلوب منه في الوقوف وشبه في عدم الإجزاء قوله كبطن عرنة بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة بل ولا من الحرم هذه منطقة عاجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال وارتفعوا عن عرنة عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة في الحديث يعني وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ونحرت ها هنا ومنا كلها منحر قال وارتفعوا عن بطن عرنة بطن عرنة كما أخبر هو وادي جاي منطقة عاجلة بين عرفة وبين الحرم فالحرم له حدود وعلامات وعرفة له حدود وعلامات وبينهما هذا الوادي اللي هو سمى بطن وادي عرنة ولا بطن عرنة فهذا لا يجزي الوقوف فيه من وقف فيه يكون وقف خارج عرفة وذلك على الحجاج أن ينتبهوا لأن في وقت الازدحام الشديد هذا وكتت الخلق الناس أحيانا ما ينتبهوش ويبقى لا يعرفون لا ينتبهوا إلى حدود مزدلفة ولا حدود منى ولا حدود عرفة وتبقى الناس يعني منتشرة في كل مكان
فالأمور اللي غير عرف هذه يمكن كلها يمكن فيها التدارك، يعني يفوتها النزول بالمزدلفة ولا يفوتها معرفة منى والمبيت فيها وكذا، هذا كله أمره سهل وهين وواسع. لكن عرف هذه اللي ينبغي، يعني ما ينبغيش فيها التساهل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، إذا كان إنسان نزل في مكان ليس من عرفة من منى ولا في مكان خارج عرفة وظن أنه نزل عرفة معناه فاته الحج، فهذه ينبغي أن ينتبه إليها، وينبغي للحملات والمسؤولين عن الحجاج أن يعتنوا بهذه المسائل، وكذلك كثير ما يضيع القضية السائق والسيارات والناس اللي هم ما عندهمش اهتمام ولا يعني تحمل المسؤولية وما يدركوش ما يترتب على الأخطاء، فينزل أن الحجاج في أماكن تبقى في غير موقعها وفي غير موضعها، والحجاج كثير منهم جاهل وما حتى أحيانا لا يقرأ ولا يكتب، وما كان يعني عالما وعارفا ونبيها كل لها علامات وكلها يعني الطريق معلم ومحدد ومعروف الحدود كلها، لكن مع ذلك ينبغي الناس يمشي مع رفقة، حتى اللي هو جاهل ولا ما يعرفش يجب أن يمشي مع رفقة يكون عندها معرفة وعندها خبرة، بحيث أنه ما يضيع الجهد ويدفع ماله ثم بعد ذلك يرجع يعني خالي الوفاض. قال في المختصر: وأجزأ بمسجدها بكره. قال الشارح: وأجزأ الوقوف بمسجدها أي عرنا بالنون لأنه من عرفة بالفاء، ونسب لذات النون لأنه لو سقط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرنا بالنون بكره، لما قيل إنه من عرنة بالنون. يعني وأجزأ الوقوف بمسجدها، مسجد نمرة ومسجد بكره، مسجد نمرة ومسجد عرنة يجوز الوقوف فيه مع الكراهة، فإذا كان هو هذا المسجد المعروف الآن الله أعلم يعني ما كان ينبغي أن يقف الناس فيه والإمام يخطب فيه وهو مكروه، إذا كان هو مسجد آخر غير اللي يتكلم عنه ربما يكون غير المسجد الأول قد يكون هدم وغير موجود، فالمسجد الأول اللي هو يسمى مسجد نمرة وكان يسمى مسجد عرنة الوقوف فيه مكروه لأنه جاي في الحد الفاصل بين عرنة وبين عرفة، قال بحيث أنه لو يعني سقط الحائط القبلي منه لسقط في عرنة في غير عرفة، هذا هو السبب في أنه يعني حال الحافة، هذا سبب في الكراهة، كراهة الوقوف فيه. فالحجاج ينبغي لهم أن يتأكدوا ويتحققوا، لو ليس شرطا أن يقفوا في المسجد ولا أن يعني يكونوا مع الخطيب ليخطوا في المسجد، المهم أن يكون في يعني أي جزء من عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وشيخنا المسجد الآن الحالي نصفه في عرفة والنصف الآخر خارج عرفة، هكذا هو يعني تحقيقه؟ نعم يبدو ذلك، لأن ربما من أخبر بهذا؟ وإذا كانوا خارج عرفة كيف يعني يبقون على ذلك؟ وبعض الناس ربما ما يقفش إلا في هذا المكان، بعضهم يعني من اللي يأتي في المسجد ولا يخرج منه حتى يخرج من عرفة. نعم. إذا كان الأمر كذلك الموضوع ينبغي التنبيه إليه وينبغي ينبه الحجاج إليه. والله إذا كان هذا هو المسجد نفسه الموجود الآن. من قبل نبهونا على ذلك. نعم. يعني في الحج نبهونا على ذلك ان مقدمته ربما خارج اهل خلاص. اذا كان الامر كذلك، هذا الكلام اللي يتكلم عليه المسجد النبوي يتكلم عليه المؤلف الان هو نفس المسجد القديم اللي هو في عصره، وهو جزء منه الحائط، وفي كان ربما توسعوه في عهد اللي يتكلم عنه المؤلف
قال الحائط القبلي فقط هو اللي جاي على حد يعني نمرة، لو سقط يسقط في نمرة، يعني ليس جزء من المسجد خارج عرفة. كل المسجد في ذلك الوقت في وقت المؤلف كله في عرفة، لكنه واقف على الحد على الحافة، فلو سقط حائطه سقط خارج عرفة، لكن ربما وسعوه الآن وقد يكون جزء منه خارج عرفة. فهذا ينبغي يعني في تلبيس الأمر بهذه الصورة، لأن العامة كثير منهم يرى أن أمت الوقوف هو الوقوف بالمسجد، وربما من حين أن يصل عرفة يحجز له مكان في المسجد ويقف فيه ومعاش يخرج منه حتى يدفع إلى المزدلفة، وقد يكون هو في الجزء اللي هو خارج عرفة فضيعوا عليه الحج. هذه أشياء ما كانش ينبغي التساهل فيها، وما السلطات ينبغي أن تنبه على هذا، وما ينبغيش توسيع المسجد يكون جزء منه خارج عرفة، لأن يعني هذا فيه تغرير بالحجاج ما كان ينبغي، وما ينبغيش يعني الاتكال على بعض الفتاوى المتساهية التي الآن ربما تخرج ولا تعتد بالتحديد هذا الذي حدده الشرع وحدده النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتمسون في الترخصات يتلمسون الترخصات ويقول أن الازدحام يعني ما عادش يعني يفتح الباب للاجتهاد في هذه المسألة، فلو وقف الإنسان في أي مكان بسبب الزحمة يعني يكفيه، ولو لم يكن ينزل في مزدلفة يكفيه بسبب الزحمة، ولم يبت في ميناء يكفيه بسبب الزحمة. هذه مسائل كل أركان الحج وكل المشاعر التي حددتها السنة بعد ذلك تضيع معيش أصبح في مكان، وبعد ذلك يأتي وقت يقول حتى لو أنت يعني حجيت في جدة ولا حجيت في مكان آخر ولا في الطائف يكفيك بسبب الزحمة. هذا ما ينبغيش، لأن الزحمة الآن لا تستدعي أن الناس يقفون خارج عرفة، عرفة واسعة وصحراء كبيرة وتسع الناس في هذا في وقتنا وفي أكثر من وقت تسع الحجاج كلهم. فالفتاوى هذه لا محل، فتاوى فيها نوع من التساهل والتهاون بالتحديد الذي حدده الشرع. الشرع إذا حدد مكان قال وقفتها أنا وعرف كل موقف، وقال ارتفعوا عن بطن عرى، النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن هذا. فكيف نحن نبرر لأنفسنا الآن نجلس في عرى في عرنا ونقول نحن يعني الأمر سائغ والأمر جائز لأن الناس الآن في وقت زحمة وفي وقت كذا. فهذه فتاوى ما ينبغيش الناس أن يتعلقوا بها إلى حد لا إلى هذا الوقت، عرف تسع الحجاج وتسع حتى أضعافهم. قال ومن عليه العشاء أو المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج، صلى ولو فات، لأن ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك، لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة. هذه مسألة اختلفوا فيها. إذا كان الإنسان هذا يتكلم على المراهق، زي ما المراهق في طواف القدوم، إذا كان الإنسان خاف على نفسه أن يفوت الوقوف بعرفة فقالوا لا يشتغل بطواف القدوم بل يتركه، وتركه يكون مشروع ولا حرج عليه فيه للحرص على الوقوف بعرفة. لكن قال لو افترضنا الإنسان لم يصلي العشاء ووصل متأخرا وما زال يعني لحظات على وقت قليل على طلوع الفجر ليلة عرفة، هو لو يعني نزل من السيارة ولا من الطائرة ولا كذا الوسيلة اللي هو مسافر فيها، لو نزل وصلى العشاء ولم يصلي العشاء يعني أدرك العشاء ما عاش عليه وقت طويل، لو أدرك العشاء قبل الفجر فيفوته الوقوف بعرفة، وإذا ترك العشاء يمكن أن يلحق الوقوف بعرفة، فهل يجوز له أن يصلي العشاء؟ فهل يجوز له أن يترك العشاء بحيث يتحصل على الوقوف بعرفة قبل الفجر لحظة بقدر الطمأنينة قبل الفجر ولا لا يجوز؟ المصنف ذهب قال أنه لا يجوز له، بل يجب عليه أن يصلي العشاء، وتقديم صلاة العشاء أولى من الوقوف بعرفة، قال لأن تقديم يعني تركه يجب القتل أولى من الوقوف اللي تركه لا يجب القتل.
ولعل هذا فيه شيء من التشدد وعدم يعني مراعاة المصلحة والمفسدة، لأن الحج ركن والصلاة ركن، وتأخير الصلاة لعذر يعني الله عز وجل يتجاوز عنه، زي ما تجاوز عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عندما أخروا الصلوات وصلوها بعد خروج وقتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلون عن صلاة العصر، نرى الله قبورهم وبيوتهم نارا، وهم اشتغلوا عنها بأمر آخر مهم يعني فيه مصلحة المسلمين. يعني كيف يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يأتي وقت المغرب؟ يعني ما ترك إلا لأجل أمر مهم، وهو اشتغال بحفر الخندق وخوف من العدو أن يعني يباغت المسلمين ويستأصلهم وينال منهم. فهذه مصلحة عظيمة تركوا من أجلها الصلاة في وقتها وأخروها وصلوها. فكذلك من خاف فوات عرفة، فوات عرفة أمر مهم، لأن هذا الركن ما يمكنش تداركه ولا يمكنه أن يقضيه، والصلاة يمكن قضاؤه. ولذلك قال الفتوى على أنه ينبغي أن يترك الصلاة في وقتها ويدرك عرفة ثم ذلك يقضي ويصلي العشاء، ولعل هذه الفتوى أنسب وأصلح يعني بحال الناس. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: ولما أنهى الكلام على الأركان شرع في بيان السنن، وبدأ بسنن أولها فقال: والسنة لمريد الإحرام بحج أو عمرة ولو صبيا أو حائضا أو نفساء أربع: أولها غسل متصل بالإحرام كغسل الجمعة، وهو من تمام السنة، فلو اغتسل غدوة وأحرم وقت الظهر لم يجزه، ولا يضر الفصل بشد رحاله وإصلاح جهازه. الإحرام له سنن ينبغي المسلم أن يحرص عليها، ذكر أولها وهو الاغتسال. والاغتسال قال هذا مثل اغتسال الجمعة، وفي صورته وفي هيئته وكذلك في اتصاله. غسل الجمعة هو سنة، وينبغي أن يكون من السنة ومن تمام السنة أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة، لا يغتسل صباحا ويذهب إلى الجمعة وقت الزوال، لا، بل عندما خروجه إلى المسجد ينبغي أن يغتسل في الجمعة. وكذلك هنا في الإحرام ينبغي أن يكون اغتساله متصلا بالإحرام. والحج فيه ثلاثة اغتسالات: الاغتسال الأول هو للإحرام، وهذا يطالب به كل أحد، الصغير والكبير والمرأة والرجل والحائض والنفساء، وكل الناس مطالبون به. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نفست أسماء بنت أبي بكر، يعني عند خروجهم من ذي الحليفة، في ذي الحليفة نفست أسماء، فسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فأمر أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وأن تحرم وتفعل ما يفعل الحاج. وكذلك عائشة رضي الله عنها يعني حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم، وغير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. يعني الغسل الإحرام مطالب به كل واحد، يعني النساء وغير الحيض وغير الحيض وكل الناس. والغسل الثاني والغسل لدخول مكة بذي طوى، مكان يعني مشرف على دخول مكة على أبوابها، هذا غسل يطالب به الناس غير الحائض والنفساء، لا تطالب به لأنه للطواف، هذا غسل للطواف بخلاف الأول هو غسل للإحرام. والغسل الثالث اللي هو الوقوف بعرفة، وهذه الاغتسالات كلها واردة فيها أثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عمر يفعلها وكان غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها.
فالسنة الأولى هي أيضا قال سنة الاغتسال، وينبغي اتصاله، وبعد أن يغتسل الإنسان كما يأتي في باقي السنن أنه ينبغي أن يزيل الشعث ويعني يتنظف ويحلق العانة والإبط وينتف الإبط ويزيل كل الدرن من جسده، ولأن سيبقى بعد ذلك أشعث وقت الإحرام لا يستطيع نفع شيء يقلم أظافره ويزيل الشعث والشعر اللي تنبغي إزالته، فينبغي أن يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه يعني ترجل ودهن بالمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسه للإحرام بالمدينة، لأن بيحرم من جهة المدينة بيحرم بذي الحليفة، فلا بأس أن يستعد ويعد نفسه من المدينة ثم بعد ذلك يحرم بذي الحليفة، لأن ربما في ذلك الوقت بذي الحليفة ما كان فيها يعني التسهيلات الممكنة للإنسان يعمل فيها الأشياء هذه، إزالة الشعث والاغتسال وكذا. أنا أصبح الآن متيسر فيها لمن أراد أن يفعل ذلك بذي الحليفة لو أن يفعل، ومن أراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترجل والدهن ولبس الإزار والرداء بالمدينة ولبس أصحابه كذلك، كما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح وقال ولم يعني ينهى عن شيء من الأزر ولا من يعني الأردية وإلا المعصفرة التي ترضع. حديث ابن عباس ترجل النبي صلى الله عليه وسلم ودهن بالمدينة ولبس الإزار والأردية هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأزر ولا من الأردية إلا المعصفرة التي ترضع. العصفر نوع من الطيب وله صبغ يعني يخرج على الجسم، فالصبغ الذي يرد على الجسم يعني يبقى زي ما اقول يترك طابع يترك علامه على الجسم، فهذا ينبغي ان يتجنبه، لان المزعفره والمعصفره اللي فيها يعني الطيب واللي فيها الدهن هذه منهي عنها، ما لا يجوز للمحرم ان يستعملها. فالشاهد ان يعني اللي بيحرم من المدينه يستطيع ان يجهز نفسه للاحرام من المدينة ثم بعد ذلك ينوي الإحرام بذي الحليفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث أنس صلى الظهر بالمدينة أربع ركعات، وصلى العصر ركعتين بذي الحليفة، وأصبح بها يعني أصبح بذي الحليفة وإلى اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني أحرم بعد أن صلى الظهر. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة خمس صلوات، العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر من اليوم السادس، لأنه خرج من المدينة في اليوم الخامس يوم السبت اليوم الخامس، وصلى بعد أن صلى الظهر وقام بذي الحليفة صلى بها العصر والمغرب والعشاء والصبح وصلى الظهر من اليوم السادس، ثم بعد ذلك عندما استوى على راحلته لبى بالحج، هذا الثابت عنه في الصحيح. قال ولا دم في تركه ولو عمدا وقد أساء. ما فيش عمد، لأن الدم هو لا يجب في ترك السنن، لا يجب إلا في ترك الواجبات، ومفصلوا الكتب الفقه يعني فصلت الواجبات وفصلت الأركان وفصلت السنن، فما عدوه من الواجبات زي ما ربما يأتي المؤلف يبينها لترك يجب فيها الهدي والدم، وما ترك من السنن يعني فاته الفضل وفاته الأجر ولا يجب عليه هدي. قال ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله وندب الغسل بالمدينة للحليفي، أي لمريد الإحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا، فيأتي لابسا لثيابه
فإذا أحرم منها تجرد. يعني يستطيع أن يأتي لابسا لثيابه من المدينة، يستطيع أن يأتي كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لابس الإزار والرداء من المدينة، وقال صاحب اللي يخرج من المدينة يحرم من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا، يعني اللي هو من أهل المدينة وجوبا يجب أن يحرم من ذي الحليفة، ومن هو من أهل الشام ولا مصر ولا ليبيا ولا غيرها ندبا يعني يستحب له، لو ترك لا شيء عليه لأنه سيحرم بعد ذلك من الجحفة. هذا قصده وغرضه من قوله وجوبا أو ندبا. وندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة، لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف، بطوى مثلث الطاء، وحقه أن يقول وبطوى لأنه مندوب ثان. بطوى يعني إدخال، عندما يكون هناك يعني متعاطفان وداخل على العاطف الأول عامل حرف جر، إدخال العامل هذا والحرف الجر على المعطوف زي ما دخل على المعطوف عليه له فائدة، يفيد أن المعطوف هو مطلوب فعله استقلالا مش يعني تبعه، ولذلك قال كان ينبغي أن يكون بذي طوى ما يقولش وطوى، لأن ليبين أن طلب الغسل من ذي طوى في ذي طوى هو مطلوب استقلالا، يعني هذا نبه على أنه كان لو قال بطوى يكون أحسن وأفضل. فإعادة حرف الجر هذه فائدتها أنه تبين على المعطوف هو مطلوب استقلالا بذاته بنفسه وليس تبعا للمعطوف عليه. والغسل بذي طوى قال هذا مطلوب من كل الناس إلا من النفساء والحيض، غير مطلوب منهم لأنه مطلوب للطواف والمرأة عندها في الحيض يعني لا يصح منها الطواف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج لأنك لا تطوفين بالبيت. والغسل بالطواف يعني كان موجود وحتى إلى منتصف الستينات من القرن الماضي، كان مكان يعني مكان صغير وموجود وبناء قديم وفيه بئر ويعني ينزع منه بالدلو ويدخل الناس تقف السيارات الكبيرة عنده ويدخل الناس للمكان وهناك من يأخذ الدلو ويفرع عليه، يعني الناس يعني كان مكان ضيق وما يحتاج حتى إلى أن يخرج لمكان خاص به، ولا يقول ناس مطهرة وواقف يصب عليه الدلو على رأسه ويعد هذا غسل وهكذا. فكان إلى منتصف الستينات كان موجود هذه السنة يعني معمول بها والناس يعني يقفون بالمكان، هذا الحجاج كلهم سيارات متقف في المكان يعدوه من الأماكن اللي هي مطلوب من سائقين السيارات كلهم أن يمروا عليها ويقومون بهذه السنة، لكن ما كان تو انتهى ما عاش فيه أي أثر ولا يعني من يفعل هذا الفعل. قال وندب أيضا للوقوف بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال، ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا. الغسلان يعني اللي هو غسل الإحرام وغسل دخول مكة يتدلك فيهما المغتسل تدليكا خفيفا. ليش ما قالش ليش قيد بالخفيف؟ بحيث ما يترتبش على دلك رأسه وأماكن فيها الشعر سقوط شعر، لأنه لا يجوز للمحرم أن يعني يسقط شعرا من رأسه أو من بدنه وقت الإحرام، يجب أن يحافظ على ذلك لأن هذا يعد من إزالة الشعث وهو غير مطلوب منهي عنه. هذا هو السبب اللي قال ينبغي أن يتدلك ولكن تدليكا خفيفا. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.